السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل على الدرس الخامس صفحة 71 الصف الرابع الابتدائي من كتاب الأضواء. السؤال الأول أكمل ما يأتي. مدرسة بها 6340 تلميذ، نجح منهم 5800 تلميذ، فيكون عدد التلاميذ الراسبين. طبعا هو عايز عدد التلاميذ الراسبين، هاخد الرقم الكبير اللي هو 6340 ناقص 5800، ونبدأ نطرح. صفر ناقص صفر هو نفس الصفر، أربعة ناقص صفر هي نفسها الأربعة، تلاتة ناقص تمانية ما ينفعش، تبقى التلاتة دي 13 والستة تبقى 5. 13 ناقص تمانية يديني 5، يبقى هنا 5 ناقص 5 صفر عشان مش هنكتبه، يبقى 540 تلميذ. ونشوف السؤال الثاني. مزرعة لتربية الخيول بها 4570 حصان، باع صاحب المزرعة 3000 حصان، فيكون عدد الأحصنة المتبقية. برضو عايز الباقي، يبقى هاخد الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير اللي هو 4570 ناقص 3000 بيساوي. ونبدأ نطرح. صفر ناقص صفر هو نفس الصفر، سبعة ناقص صفر سبعة، خمسة ناقص صفر خمسة، أربعة ناقص تلاتة تديني 1، يبقى 1570. ونشوف السؤال رقم تلاتة. مع رباب 10370 جنيه، اشترت هاتفا ب 9150 جنيه، فيكون المبلغ المتبقى. عايز الباقي برضو طرح، هاخد الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير. الرقم الكبير عندي 10370 ناقص 9150. ونبدأ نطرح. صفر ناقص صفر هو نفس الصفر، سبعة ناقص خمسة يديني 2، تلاتة ناقص 1 يديني 2، صفر ناقص 9 مينفعش، يبقى الصفر ده بقى 10 والواحد بقى صفر، 10 ناقص 9 يديني 1، يبقى 1220. شوف السؤال رقم 4. يبلغ طول نهر النيل حوالي 6650 كيلومتر، تسافر عائلة كريم عبر نهر النيل من بدايته حتى نهايته، فإذا سافر 1075 كيلومتر في شهر يناير، ثم 1220 كيلومتر في شهر فبراير، ثم 1325 كيلومتر في شهر مارس. طبعا هنا هعوز أجمع الايه، أنا عندي طبعا ده الناتج اللي أنا هطرح منه اللي هو الكبير. طيب نشوف بقى شهر، أول شهر عندنا يناير، بعد كده فبراير، بعد كده مارس. طبعا هجمع التلات ارقام معايا. تعالى نجمع هنا، ادي 1075، 1075، 1220، 1325. ونبدأ نجمع هنا 5 و5 10، صفر ومعانا الواحد، واحد على السبعة 8، 8 و2 10، 10 و2 12، 2 ومعانا الواحد، واحد على الصفر هو نفسه، 1 و2 3، 3 و3 6، 1 و1 1 يديني 3. طبعا المسافة عندي بالكيلو متر، يبقى الناتج عندي 3620 كيلو متر، دي الإجمالي. طيب عايز المسافة المتبقية، هاخد الناتج الكبير بقى اللي هو عندي، اللي هو كان طول نهر النيل اللي هو 6650 ناقص 3620. ونبدأ نطرح. صفر ناقص صفر هو نفس الصفر، خمسة ناقص اتنين يديني 3، ستة ناقص ستة صفر، ستة ناقص 3 3، يبقى 3030 كيلو متر. ونشوف السؤال رقم 5. تمتد قناة السويس من بورسعيد إلى مدينة السويس، ويبلغ طولها 193120 كيلومتر، إذا سافر قارب بها مسافة 38620 كيلومتر يوميا لمدة 5 أيام، فإن إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها القارب في ال5 أيام. طبعا هي أنا عندي هنا القناة كلها من بورسعيد للسويس، ده طول القناة كله اللي هو 100 ده، يعني ده الرقم الكبير. فإذا سافر قارب بها مسافة 38620 كيلومتر يوميا لمدة 5 أيام، يعني أنا هاخد الرقم ده وأجمعه لمدة 5 أيام. أدي عندي 3 8 علامة 6 2 0، 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 كنا ضربناه في 5 أسهل، 3 8 6 2 0. ونبدأ نجمع. طبعا الأصفار كلها في الأول هي تنزل نفس الأصفار، 2 و2 4 6 8 10، صفر معنا الواحد على الستة، يبقى 7، 7
عندي وستة وستة اتناشر، سبعة وستة عندي سبعة، سبعة وستة تلتاشر، تلتاشر وستة تسعتاشر، تسعتاشر وستة خمسة وعشرين، خمسة وعشرين وستة واحد وتلاتين، واحد ومعانا التلاتة. اخد التلاتة على مين؟ على التمانية. تلاتة وتمانية حداشر، حداشر وتمانية تسعتاشر، تسعتاشر وتمانية سبعة وعشرين، وتمانية خمسة وتلاتين، وتمانية تلاتة واربعين. تلاتة ومعايا الاربعة، الاربعة لاخر رقم. تلاتة واربعة سبعة، سبعة وتلاتة عشرة، عشرة وتلاتة تلتاشر، وتلاتة ستاشر، وتلاتة تسعتاشر. يبقى الاجمالي مية تلاتة وتسعين الف، مية تلاتة وتسعين الف ومية كيلومتر. طيب عدد الكيلو مترات المتبقي، عايز الباقي. هنطرح فين الرقم الكبير عندي اللي هو مية تلاتة وتسعين الف مية وعشرين ناقص مية تلاتة وتسعين الف ومية. طبعا هنا مية تلاتة وتسعين الف وهنا اصلا مية تلاتة وتسعين، المية وعشرين ناقص المية هيديني عشرين كيلومتر. ونشوف السؤال رقم اتنين، اختر الاجابة الصحيحة. لدى مازن 7350 جنيه، اشترى اغراض بمبلغ وتبقى معه 1500 جنيه، فان المعادلة التي تمثل المبلغ. عايز المعادلة. طبعا المعادلة هنا مسألة طرح، هو معايا 7350، ادي 7350، تبقى معها 1500، ممكن اطرح على طول من 1500 ونشوف المعادلة. دي جمع، لا ده طرح، اختيار رقم ب. شوف السؤال رقم اتنين، مستعمرة من النمل بها 3780 نملة، انضمت لها مجموعة من النمل فأصبح العدد الكلي، كل العدد 9000، يعني ده الجزء وده كان الكل. المعادلة بقى اللي تمثل عن عدد النمل اللي انضم، أنا عندي العدد، عدد النمل عندي 3000 مستعمرة من النمل، 3780 انضمت لها مجموعة من النمل، ما نعرفش انضم لها ايه، مجهول. ده كله بيساوي 9100. علشان اجيب مجهول ايه هقول له 9000 ناقص، عنديش هنا ناقص، عندي هنا ده تبقى مسألة جمع اصلا مش طرح. ندور بقى على، يبقى الاختيار الاول. ونشوف السؤال رقم 3، اشترت علياء حقيبة بسعر 570 جنيه وحذاء بسعر 700 جنيه، فيكون المبلغ الكلي المدفوع. عايز المبلغ الكلي، يبقى هنجمع. هي اشترت الحقيبة واشترت الحذاء، اجمع. صفر صفر صفر، سبعة صفر سبعة، خمسة وسبعة اتناشر، يبقى 1270. ونشوف الصفحة التانية، اول سؤال عندي بيقول ايه؟ اقرأ ثم اجب. سؤال رقم تلاتة، حصل بها 1500 جنيه، أخذ منها خالد 450 وأخذت أخته هالة 300، فكم جنيه تبقى من الحصالة؟ عايز يعرف كم جنيه اتبقى من الحصالة. طبعا هنجمع الرقمين الأول وبعدين نطرح. تعالى نجمع الرقمين، 300 مع 450، صفر صفر صفر، صفر وخمسة خمسة، أربعة وتلاتة يديني سبعة. هاخد الرقم بقى الكبير اللي هو 1500 ناقص 750 ونبدأ نطرح. صفر وصفر هو نفس الصفر، صفر ناقص خمسة مينفعش يبقى صفر، عشرة، عشرة ناقص خمسة خمسة، الخمسة دي بقت أربعة، أربعة ناقص سبعة مينفعش بقت الأربعة، أربعتاشر ناقص سبعة يديني سبعة. طبعا هنا صفر خلاص يبقى 750 ايه؟ جنيه. ونشوف السؤال رقم اتنين، شركة سياحة تنقل 5000 سائح خلال 3 أيام، فإذا نقلت في اليوم الأول 1750 واليوم الثاني 2535، فكم سائح ستنقله الشركة في اليوم الثالث؟ هنجمع 1750 مع 2535، صفر وخمسة هي الخمسة، خمسة وتلاتة يديني تمانية، خمسة وسبعة اتناشر، اتنين ومعانا الواحد، واحد واحد اتنين، اتنين واتنين اربعة. طب انا عندي كام؟ عندي 5000 سائح، هطرح منهم الاربعة تلاف سائح 285 ونبدأ نطرح. بسم الله، صفر ناقص خمسة مينفعش يبقى الصفر عشرة، عشرة ناقص خمسة خمسة، الصفر التاني تسعة والتالت تسعة والخمسة تبقى اربعة، تسعة ناقص تمانية يديني واحد، تسعة ناقص اتنين يديني سبعة،
الخمسة بقت أربعة خلاص يبقى 715 سائح. ونشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 3. يبلغ عدد سكان مدينة طنطا، عندي سكان مدينة طنطا 404901، وسكان مدينة كفر الدوار 276370، ومدينة بنها 197029. كم يزيد إجمالي عدد كفر الدوار؟ فين كفر الدوار اللي هي دي كفر الدوار وبنها، يعني هنجمع كفر الدوار وبنها وبعد كده نطرحهم من ايه، من طنطا. هنجمع كفر الدوار، ادي 276370 زائد 197029. ونبدأ نجمع الرقمين مع بعض. بسم الله، 0 و9 هي 9، 7 و2 يديني 9، 3 و0 هي 3، 6 و7 13، 3 ومعانا 1، 1 على 9 10، 10 و7 17، 7 ومعانا 1، على 2 3، 1 يديني 4. هنبدأ نقعد الرقم الثاني اللي هو هنا 473 ألف، هاخد 473 ألف تلتمية تسعة وتسعين ناقص 404 ألف 901. ونبدأ نطرح، 9 ناقص 1 هيديني 8، 9 ناقص 0 هي 9، 3 ناقص 9 مينفعش تبقى 3 دي 13، 13 ناقص 9 يديني 4، 3 دي بقت 2، 2 ناقص 4 مينفعش تبقى 2 دي 12، 12 ناقص 4 تديني 8، 7 دي بقت 6، 6 ناقص 0 هي 6، 4 ناقص 4 0. طبعا عدد السكان يجيب النسمة. ونشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 4. بعت مزرعة للطيور في اليوم الأول 5430 دجاجة، وفي اليوم الثاني 3250 دجاجة، وفي اليوم الثالث 2781 دجاجة، فكم يكون عدد الدجاج الذي بيع في اليوم الأول عن مجموع مبيعاته في اليوم الثاني والثالث؟ أدي اليوم الثاني والثالث، تعال نجمع اليوم الثاني والثالث الأول، أدي 3250 زائد 2781. تعال نجمع، 0 و1 هو 1، 5 و8 13، 3 ومعانا 1، 1 على 2 3، 3 و7 10، 0 ومعانا 1، 1 على 3 4، 4 و2 يديني 6. هنبدأ نطرح، ناقص 5430، 1 ناقص 0 هو نفسه 1، 3 ناقص 3 0، 0 ناقص 4 ما ينفعش يبقى 0 10، 10 ناقص 4 6، 6 بقت 5، 5 ناقص 5 0 على الشمال ملوش قيمة ودي دقيقة. تعالى بقى نشوف السؤال اللي بعده، صل كل مسألة كلامية بحلها المناسب. عايزين نوصل المسألة الكلامية. اشترى تامر مكيفا بمبلغ 7250 جنيه ومروحة ب 975 جنيه، فإذا أعطى البائع 10000 جنيه، عايز المتبقي. طبعا أنا هجمع 7000 مع 900، أدي 7250 زائد 975، وبعد كده هطرحهم من 10000 الناتج اللي يطلع. 5 و0 هي نفسها 5، 5 و7 12، 2 ومعانا 1، 1 على 9 10، 10 و2 12، 2 ومعانا 1، 1 على 7 يديني 8. طيب انا كان معايا 10000، هنكتب بقى تحت ال 10000 ايد 8 و 2 2 5. ونبدا نطرح، 0 ناقص 5 ما ينفعش يبقى 0 10، 10 ناقص 5 5، الصفر الثاني بقى 9 9 9 0، 9 ناقص 2 هيديني 7، 9 ناقص 2 برضو هيديني 7، 9 ناقص 8 يديني 1، يبقى الاختيار التاني. ونشوف السؤال التاني، مكتبة بها 1785 كتاب، باعت المكتبة، فإذا باعت المكتبة 532 كتاب في الصباح و 272 كتاب في المساء، عايز عدد الكتب المتبقية. طبعا هنجمع وبعد كده نطرح، 2 و2 يديني 4، 3 و7 يديني 10، 0 معانا 1، 1 على 5 6، 6 و2 يديني 8. هنطرح بقى الألف،
785، 5 ناقص 4 يديني 1، 8 ناقص 0 هي 8، 7 ناقص 8 مينفعش بقت 7، 17 وواحد 0، 17 ناقص 8 يديني 9، يبقى الاختيار الأخير. عند السؤال اللي بعده، قطار به 3175 راكب، نزل منه 1200 راكب في المحطة الأولى ونزل منه 768 راكب في المحطة الثانية، عايز المتبقي. هنجمع برضو، 0 و0 هو الصفر، 0 قصدي و8 هي 8، 0 و6 هي 6، 2 و7 يديني 9، 1 مفيش هو نفسه الواحد. هبدأ أطرح من 3000، أدي 3000، 1 7 5، 5 ناقص 8 مينفعش يبقى 5 15، 15 ناقص 8 7، 6 ناقص 6 بقت 0، 1 ناقص 9 مينفعش يبقى 1 11، 11 ناقص 9 يديني 2، 2 ناقص 1 يديني 1، يبقى الاختيار رقم 1. ونشوف آخر سؤال عندنا، فكر كون مسألة كلامية متعددة الخطوات مستخدم الأعداد الآتية. طبعا ممكن نقول مع مازن، مع مازن مبلغ 90 جنيها وأعطاه والده 60 جنيها واشترى كتاب بمبلغ 50 جنيها وعلبة أقلام بمبلغ 40 جنيه. ونشوف السؤال اللي بعده، اقرأ ثم أجب، آخر سؤال عندنا في الصفحة. يريد أحمد تركيب بلاط للشقة، فإذا كانت الشقة تحتاج إلى 9000 بلاطة واشترى أحمد 4000 بلاطة في المرة الأولى و 3500 في المرة الثانية، يقول أنه يحتاج إلى 500 بلاطة أخرى لكي ينهي الشقة بالكامل، هل توافقه؟ طبعا هنجمع ال 4000 الأول مع ال 3000، أدي 4000 مع 3500، أدي الصفرين، 0 و5 هي 5، 3 و4 يديني 7. أنا عندي الشقة بتحتاج ل 9000، فاخد 9000 ناقص 7500 ونبدأ نطرح. عندي 0 ناقص 0 هيدوني نفس 0، 0 ناقص 5 مينفعش يبقى 10، 10 ناقص 5 5، 9 بقت 8، 8 ناقص 7 يديني 1، يبقى هيحتاج 1500 يبقى لا أوافق. كده احنا خلصنا الأسئلة صفحة 71 و72، إن شاء الله الفيديو القادم هناخد صفحة 73 و74. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.